ناقشوا صوتوا، ولكن انا شخصيا رايي اما الحزب مازال ما خلقنا الاجهزه باش نعبر على مواقفه، مازال ما كاينه حتى تكون وتعبر على مواقف انذاك، غادي ندافع على وجهه نظري فيها ونشوف حساب. ولكن رايي انا الشخصي، انا طلبت في البرلمان وقلتها في مراكش طنجة، وقلت انا اطالب بالافراج عن معتقل الريف، وهذا الموضوع هذا بالنسبه لي موضوع مبدئي وساطالب بذلك وساستمر اطالب بذلك، ولا كنت امين العام ساطالب بذلك وساطلب من المكتب السياسي ومن الاجهزه انها تدير موقف ايجابي من ذلك. ساظل اطالب بالافراج عن معتقل الريف. يجب اقفال هذا الملف، ما غاديش نصنعوا ملف هذا، سيجب اقفال وانهاء هذا الموضوع ونرجعوا الاطفال الناس لولادهم ونرجعوا في هذاك الشيء تسجلوا العراق الدماغي ونرجعوا الحل ديال الريف. سيكون انا اتمنى من هذا الموقع اتمنى ان يسمع جلاله الملك طلبي بالعفو الشامل على جميع معتقلي الريف. يجب ان نقفل هذا الملف. طلبت من جلاله الملك ذلك في قبه البرلمان. جات الفرصه الان باش تبقى من جديد. وانا اعرف ان العطف ديال جلاله الملك ماشي صعيب. حنا كنعرفوا الايادي البيضاء في كثير من القضايا الحقوقيه. والان جاء الوقت باش نفرحوا العائلات ديالنا في الريف ونتجاوزوا على الاخطاء التي وقعت. وكذلك انه نهتم ببعض الضحايا اللي وقعت في رجال الامن على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الصحي باش نديروا هذا التوازن اللي كتقتضيه الدوله. فمن هذا المنطلق انا اطالب بالافراج. فرحت كثيرا بعد تم الافراج على ذلك الطفل. فرحت كثيرا بعد الافراج على الصحفي المرض، وفرحت كثيرا بالافراج عن الصحفيه الراضي، ثم الافراج عن الصحفيه رجاء، ثم ما عرفتش حضرت هذه المواقف. انا ذاك كندعم الناس، كان عندي قناعه. انا تربيت بثقافه حقوقيه، ليس لانني في الاصاله والمعاصره، لانكم تعتقدوا اننا حزب الدوله ما غنديرش مواقف ضد الدوله الا تبين لي انا كتمس حقوق الانسان. الخط الذي بيني وبين القرار السياسي هو قضية حقوق الانسان. هذا موضوع غير قابل للمناقشه. اذا كان هناك انحراف او انزلاق حكومي او مؤسساتي في قضايا حقوق الانسان ساقف ضده، لانني اؤمن باننا وصلنا الى مرحله يجب ان نكون فيها مجتمعا ديمقراطيا ويحترم الحقوق التي التزم بها المغرب وطنيا ودوليا في حدود التزاماته ديالو. كنتمنى ذلك.